تكريمي بمناسبة اليوم. وطبعاً كما يعلم الجميع قطاع الثقافة والفنون له علاقة مباشرة لنيلي برنية. الآن سيداتي سادتي، كما كرمنا الشباب كرمي على كل شيء اللي قدمتيه وما زال كيتكون، إن كان في العائلة تاعها ولا كل من سيرت وما سيرت الفنان المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي محمد. الاحتفاء باليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع نوفمبر من كل عام، والذي تم تكريسه اعترافا بالعمل النبيل والجبار الذي تقوم به شريحة الحرفيين للحفاظ على المورد الثقافي والمنتج التقليدي الجزائري. وصل عدد النشاطات المسجلة ما يقارب 460 ألف نشاط، كما يبلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة أكثر من مليون فاصل اثنين مليون منصب شغل عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى مساهمة القطاع بما يقارب 350 مليار دينار جزائري في الناتج الداخلي الوطني الخام، مؤكدا مشاركته في التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات. إن الحرفي كان ولا يزال الحارس الأمين لثوابت وقيم هويتنا الوطنية الضاربة في أعماق التاريخ، وكان ولا يزال المحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وما توارثناه من أجدادنا وجداتنا من امتهان لحرف مختلفة ووصفات تحمل في طياتها فلسفة حياة العيش الكريم.